فهنا المتشردين هم لاقي لهم فد حل بحيث ما يخلوهم يبقون نايمين بالحدائق وبالشوارع وبالهاي، ياخذوهم بنهاية اليوم يودوهم بأماكن خاصة هي للمتشردين، وحتى يشوفون يعني احتياجاتهم يساعدوهم بعض الشيء، واللي مثلا يعني يحاولون انه حتى يخلصوهم من المخدرات ومن الهاي. هم اكو مراكز خاصة واكو اماكن يعني كلش يعتنون بيهم ويعطوهم الدواء المناسب ويعني دورات يسووا لهم او يخلوهم بمكان اللي هو يعني خاص مع المدمنين. بس اللي يريد ينهزم ويتشرد بعد شي يسووا له اكثر من هذا؟ ده يعطوهم اكل، يعطوهم فود ستامب، ياخذون بنهاية اليوم اذا ما عندهم مكان ينامون. اما بالدول العربية تختلف.